حاسس انه كل اللي انت فيه ده بسببي. انت كويسة؟ لا، انا وعمر كان في ما بيننا مشاكل كتير من الاول، طبعا المسجز اللي ما بيننا كان ليها تأثير، وخصوصا عمر اعتبر عدم ردي عليك كنت بتزودها شوية في الكلام خيانة. بس احنا مشاكلنا كانت اكبر من كده بكتير، فما تحملش نفسك المسؤولية كلها. يعني احنا كان ما بيننا لخبطة كتير. لخبطة؟ اه فاهم طبعا. دينا، ايه ده؟ مش المفروض تخبطي الاول؟ بقالي ساعة بخبط. طبعا هتسمعيني ازاي وانتي حاطة الهباب ده على ودانك؟ مبروك يا مامي، انت بقيتي ترندنج. انتي عرفتي؟ ايوه طبعا عرفت، الانترنت كله بيتكلم عليكي. حاجة زي دي مش هتعرفي تخبيها عليا. حبيبتي انا طبعا ما كانش قصدي اقول ان انا بكره ابوكي، بس مضغوطة شوية عشان المشاكل. ايه ده؟ بوبي جابها لي، قال لي ان احتمال يخليني اقابلها في يوم من الايام. اوكي. هي شبهي صح؟ لا طبعا، مش قصدي، يعني انا قصدي ان انت احلى بكتير. انت احلى بنت بالنسبه لي في الدنيا كلها. لا طبعا مش احلى منها، انت ما فيهاش غلطه. ممكن اعرف ايه موضوع البوستر ده؟ لا انا عندي موضوع احلى بكتير. ايه بقى موضوع مقابلتك مع بهاء ده؟ لا ما تستغربيش، عادي، كل الناس عارفه ان انت مراتي. واحد صاحبي ماشي في النادي راح مكلمني في التليفون بيوجب، شفت مراتك قاعده مع واحد اعرفه اسمه بهاء. كنت بقوله ما يكلمنيش تاني. فريدة، وانت ما تحسيش راحت قبليه قدام الناس وانت لسه على ذمتي؟ انت قلعت دبلتك يا عمر؟ يعجبني قوي فيكي دقتك في التفاصيل. فريد انا صبرانة عليكي بس عشان خاطر شادي وعشان خاطر عيد ميلاده النهارده، مش عاوز احمل الواد ذنبك. ذنب ايه؟ قلت لك كنت بقوله ما يكلمنيش تاني. ياه، انا نسيت ان هما لسه ما اخترعوش تليفون لحد دلوقتي. دي كانت محتاجه تنزلي تقابليه. انا لازم اخرج عشان عندي حاجه مهمه، وعشان مهما حلفت لك مش هتصدقني. بس لما ارجع بقى يا ريت تكون فردت بوزك عشان نحتفل بعيد ميلاد الولد والناس دول الاسره السعيده.